مشترك في الجيم بقالك 3 شهور ومين لازار ناو، تبص على نفسك في المرايه فين يا عم العضلات؟ مفيش عضلات. تسال واحد صاحبك شكله بيفهم يقول لك انت محتاج تتغذى، محتاج بروتين. ايه حوار البروتين ده بقى؟ بص يا نجم، البروتين ده عنصر غذائي زيه زي الدهون والنشويات، ودي معلومة هرسناها في 3 حلقات قبل كده. خلص الفيديو وروح شوفه. المهم ان هو موجود في انواع كتير من الاكل، بس احنا النهارده هنتكلم اكتر عن البروتين اللي ممكن تاخده من المكملات او السبلمنتس. وكلمة مكملات واضحة، هي حاجة مكملة مش اساسية. كلام جميل، خلاص دلوقتي انت بقيت راجل فاهم يعني ايه مكملات وقررت تروح تجيب بروتين. رحت محل السبلمنت، صباح الخير انا عاوز بروتين. الراجل يقول لك عاوز انهي نوع، فانت تسكت وتتحرج عشان اتسرعت ونزلت تشتري قبل ما تكمل الحلقة. طيب مكملات البروتين في منها انواع كتير، اشهرهم هم الواي والكيسين والبيف بروتين. في نوع رابع مشهور جدا بره بس غالبا مش هتلاقوه في المحلات في مصر، هو الصوي بروتين او بروتين فول الصويا، وده للناس النباتيين اللي مش عاوزين ياكلوا لحمه او يشربوا لبن. بس ايه اللي دخل اللبن في البروتين؟ اللبن هو المصدر الرئيسي للواي والكيسين. كوبايه اللبن فيها 80% كيسين و20% واي. لسه انت برده ما عرفتش هتقول للراجل ايه او هتختار انهي نوع بروتين. البروتين غالي، ما ينفعش تجيب نوع غلط. عشان تقارن صح محتاج تبقى فاهم كلمه اسمها امينو اسيد. ايه الامينو اسيد؟ هي وحدة البناء الأساسية للبروتين، يعني لو كسرنا البروتين هينزل لنا أمينو أسيد صغيرين. الأمينو أسيد في منها 20 نوع مقسومين مجموعتين، إسنشال أمينو أسيد ونون إسنشال أمينو أسيد. الإسنشال دول 9، دول اللي جسمي ما يقدرش يصنعهم ولازم أدخلهم عن طريق الأكل، إنما نون إسنشال دول اللي جسمي بيقدر يصنعهم حتى لو ما دخلوش من الأكل، ودول 11. حلو، عرفت ايه الامينو اسيد، هختار برضو انهي نوع بروتين. عشان تقارن من الانواع هتقارن في حاجتين، اول حاجه الكواليتي اوف بروتين، تاني حاجه قدره البروتين ده على تحفيز البناء العضلي او ان هو يزود المسل بروتين سنس. طيب اول حاجه جوده البروتين، هنحكم عليها ازاي؟ في مقاييس كتير زي البروتين افشنسي ريشيو، البيولوجيكال فاليو، النت بروتين يوتيلايزيشن، البروتين دايجستبيليتي كوركتد امينو اسيد سكور. الكلام ده بقى معناه ايه؟ باختصار شديد لو اكلت بروتين من اي مصدر هقدر اهضمه بسهوله او لا، هقدر استخلص منه امينو اسيدز قد ايه، والامينو اسيدز دي جسمي هيستفيد منها ازاي في العمليات الفسيولوجيه اللي محتاجه بروتين. بالمقاييس اللي قلناها دي هايست كواليتي بروتينز هم البيض واللبن، بعد كده البيف بروتين او البروتين اللي موجود في اللحوم، وبعد كده المصادر النباتيه للبروتين. طب عرفنا ازاي هنقارن البروتينات من ناحيه الكواليتي، تعال نشوف العامل الثاني اللي بنقارن بيه، قدره البروتين على تحفيز البناء العضلي او المسل بروتين سنتيفيز. في حاجتين محتاجه ابص عليهم، البروتين ده فيه اليوسين قد ايه، وجسمي هيمتص البروتين ده في وقت وبسهوله قد ايه. هو ايه اليوسين ده اصلا؟ اليوسين ده يا سيدي نوع من انواع الامينو اسيدز، لقوا ان هو اكتر نوع بيحفز عمليه البناء العضلي، فكل ما البروتين اللي بتاخده يكون فيه اليوسين اكتر كل ما يبقى احسن. طب ايه بقى الحاجات اللي فيها اليوسين بالترتيب كده؟ لبن، بيض، لحمه، مصادر نباتيه. تاني حاجه دايجستابيليتي، يعني جسمي هيهضم ويمتص البروتين ده بسرعه وسهوله ولا لا. طب ايه احسن بروتينات في الدايجستابيليتي؟ اول حاجه الواي، بياض البيض، سوي بروتين، البيف بروتين، الكيسين. فاحنا لو بنتكلم نظريا الواي بروتين هو افضل نوع لانه اكتر حاجه فيها اليوسين واكتر حاجه بتتهضم بسرعه وسهوله. بس الكلام ده نظري، لما عملوا بقى دراسات ومقارنات لقوا الاتي: الواي بروتين والكيسين، الواي بروتين بيفرز امينو اسيدز اسرع من الكيسين، لكن الليفل بتاع الامينو اسيدز ما بيفضلش عالي في الدم لفتره طويله، بينزل بعديها على طول. لكن الكيسين حتى لو الامينو اسيدز بتمتص منه ابطا لكن مستواه في الدم بيفضل عالي لمده اطول. فالكلام ان الواي بروتين يتاخد على مدار اليوم والكيسين يتاخد قبل النوم. سؤال بنتساله كتير جدا، اخد الواي قبل التمرين ولا بعد التمرين؟ الاثنين زي بعض في عمليه التحفيز العضلي، فاختار الوقت اللي يناسبك. طيب الواي والسوي بروتين، الواي احسن في كل حاجه. طب الواي بروتين ولا البيف بروتين؟ الدراسات بتقول الاثنين تقريبا واحد. طيب حلو، ركز بقى عشان حاسك بدات تتوه مني، انت راجل عاوز تعمل عضلات والموضوع مش سهل. كل نوع من انواع البروتين جواه انواع. خلينا نتكلم شويه عن اشهر نوع اللي هو الواي بروتين. الواي بروتين في منه 3 انواع: واي كونسنتريت، واي ايزوليت، واي هيدروزيليت. الواي كونسنتريت بيبقى فيه نسبه بروتين من 30 ل 80%، بس اللي موجود في اغلب السبلمنتس بيبقى من 70 ل 80%، وبيكون كمان فيه نسبه دهون ولاكتوز، واللاكتوز هو سكر اللبن. تاني نوع هو الواي ايزولين، وهو النسخه المتفلتره من الواي كونسنتريت، لانهم بيشيلوا تقريبا كل اللاكتوز والفات، فنسبه البروتين فيه بتبقى اكتر، بتوصل ل 90% او اكتر كمان. تالت نوع هو الهيدروزيليت، وده بيكسروا فيه البروتين. يعني ايه؟ يعني بيهضموه هضم جزئي. يعني ايه برضو؟ يعني بدل ما جسمك انت يهضم ويكسر البروتين، هما بيكسروه لك شويه عشان تهضمه انت بصوره اسهل واسرع، فبيسرع الريكفري وبيسرع المسل بروتين سنتيسيس. ولقوا كمان ان هو بيزود الفات لوس مقارنه بانواع البروتين الثانيه. طب هختار ايه بقى منهم؟ الواي كونسنتريت اقل نسبه بروتين بس هو ارخص واحد فيهم. يعني لو مش عاوز تدفع فلوس كتير وما عندكش مشكله مع الفاتس واللاكتوز اللي هما بصراحه نسبتهم مش كبيره قوي، هات كونسنتريت.
كاربوهيدرات. لو عندك مشكله في الفاتس والكاربس، عندك مشكله مثلا في اللاكتوز اللي هو عندك لاكتوز انتوليرنس، بيجي لك مغص او انتفاخ، فالايزوليت والهيدروزيليت هما الاختيار الاحسن ليك. لو عاوز تسرع الريكفري او تزود الفات لوس ممكن تروح للهيدروزيليت. عيوب الايزوليت والهيدروزيليت ان هما اغلى، بس طبعا نسبه بروتين اعلى ونسبه فاتس وكاربس اقل. طب في فوائد ثانيه للبروتينات الالبان. بروتينات الالبان بتزود حاجه اسمها جلايكوجين ريبلينشمنت. يعني ايه الكلمه ديت؟ لو فاكرين قلنا ان في الحاجات الهاي انتنسيتي، التمارين اللي زي الحديد او الهاي انتنسيتي انترفال تريننج، جسمي بيحرق من الجلايكوجين اللي جوه العضله. بعد التمرين ببقى محتاج ارجع تاني مخزون الجلايكوجين ده، فالواي والكيزين بيسرعوا العمليه دي. الواي غني جدا بامينو اسيد اسمه سيستين، وده بيشتغل كمضاد اكسده وكمان بيحسن المناعه. الواي كمان بيحسن جوده النوم وممكن يسرع التئام الجروح. حاجه اخيره ان الواي بيبقى موجود في المكملات اللي بياخدوها الاطفال وكبار السن، وكمان في حالات مرضيه معينه. فالناس اللي بتقول ان الواي زيه زي الاستيرويد اظن محتاجين ترجعوا للحلقه اللي فاتت. خد بالك ان فوائد المكملات اللي قلناها هي موجوده مصادرها من الاكل العادي. طب ليه بقى اخد مكملات؟ تعال نشوف مثلا الواي بروتين. لو انت عاوز تاخد نفس كميه الواي من اللبن، فكوبايه اللبن فيها تقريبا 8 جرام بروتين، 20% بس منهم هم الواي، فاحنا بنتكلم في 1.6 من 10 جرام كل كوبايه لبن. سكوب الواي العادي بيكون فيه من 20 ل 30 جرام. شوف بقى انت محتاج كام كوبايه عشان تعادل السكوب ده. المكملات ممكن تساعدك تزيد في الوزن، لانك لو عاوز مثلا 100 جرام بروتين وانت راجل نفسك بتسد وما بتقدرش تاكل كميات كبيره وعايز تزيد، فانت مش قادر تاكل كتير، بس باثنين او ثلاثة سكوبس انت خلاص خدت احتياجك والدنيا تمام. حاجه كمان هي الكونفينينس او السهوله. اكيد اسهل لي ان انا مثلا بعد ما اخلص تمرين احط سكوب وعليه شويه ميه واشربهم، اسهل بكتير من ان اخد لي علبه تونه او اروح اجيب لي نص فرخ. طب حلو قوي. طب انا ليه بقى ما ينفعش اعيش على السبلمنتس؟ ليه برضو لازم اكل اكل طبيعي؟ لان الاكل الطبيعي فيه عناصر غذائيه ثانيه، في كاربس فاتس فيتامينز مينرالز وفايبرز اللي جسمي بيحتاجها، ومش هقدر اخدهم غير من الاكل الطبيعي. الخلاصه اختار ايه بقى؟ انا هختار على حسب هدفي، على حسب اللايف ستايل بتاعي، على حسب احتياجي اليومي من البروتين، او حتى ايه الاسهل او الاوفر بالنسبه لي. وفي الاخر انت عارف حياتك ماشيه ازاي، وانت اكتر واحد هتعرف تنظمها. لو عجبتكم الحلقه شيروها مع اصحابكم اللي عاوزين يبقوا زي لازار، ولو عندكم اسئله ابعتوا لنا على اكونت فيتنس بجد على انستغرام، وما تنسوش تعملوا سبسكريبشن للشانل. شكرا واستنوا الحلقه الجايه.